السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة عملي بنك الدم، وأخذنا المقطع اللي فات اختبار التوافق بكارت أورثو، ونتكلم النهاردة إن شاء الله عن التوافق بكارت بايوراد. لو متوفر عندنا الكارت ده هنلاقيه بالشكل ده، بيتكون من 6 عواميد زي بعض، بيكون فيهم الريجنت اللي هو الانتي هيومن جلوبولين، وبيكون مكتوب على الكارت انتي اي جي جي زائد سي 3 دي، وكل عمود من دول بيتعمل فيه اختبار توافق واحد. يعني في الكارت الواحد ممكن نعمل 6 اختبارات. عشان كده لما نشتغل وهنعمل اختبار واحد ما بنشيلش الفويل اللي فوق ده، ما بنشيلوش كله، يعني بنشيل بس الجزء اللي فوق العمود اللي احنا هنشتغله. يعني هنشتغل اول عمود ده، فبنشيل الجزء الفويل اللي فوقه. وزي ما قلنا في كارت الفصيلة، نقولهم تاني بسرعة كده، الكروت دي احنا بنحفظها في درجة حرارة من 18 ل 25، وبتكون بشكل عمودي في الراك بتاعها، بعيد طبعا عن اي حاجة مجمدة او اي حاجة حرارتها عالية او بتطلع حرارة عالية. الكارت بنستخدمه خلال فترة الصلاحية بتاعته، وما ينفعش نستخدمه لو بقى اكسباير. واي حاجة نلاقيها في الكارت او في العواميد نفسها، في الريجنت اللي موجود، في لونه او كميته، في الجل اللي موجود، لو الفويل اللي فوق الكارت متشال، اي حاجة من دي، ساعتها ما ينفعش نستخدم الكارت ده. وزي ما اتفقنا، اي شغل بالكروت لازم ندورها الاول قبل شغلنا، عشان لو في مشكلة في وضعية الكروت فبندورها ونظبط الكارت الاول. محتاجين ايه بقى عشان نشتغل بيه؟ طبعا الكارت بتاعنا، العينة بتاعت الحالة، اللي من الكيس اللي احنا هنعمل توافق معاه، الانابيب، البايبتس بتاعتنا، المحلول بتاع الشركة، السنترفيوج بتاع الشركة، الحضانة بتاعت الشركة، نجيب بقى العينة بتاعتنا ونفصلها زي ما اتفقنا بالشكل ده، ومن اللي بتاع الكيس نعمل السسبنشن بتركيز 8/10% زي ما عملناه قبل كده، وبيكون قد ايه؟ 10 مايكرون من الكرات على 1 ملي من المحلول بتاع الشركة. يعني بتركيز 8/10% اللي بيكون حوالي 10 مايكرون من الكرات اللي احنا هناخدها من الكيس اللي هنعمل معاه توافق على 1 ملي من المحلول بتاع الشركة. كده احنا عندنا البلازما جاهزة بتاعت العينة، والكرات جاهزة اللي هي جاية من الكيس. نجيب بقى الكارت بتاعنا هنعمل اختبار واحد بس. نيجي للعمود ده كده مثلا، ونكتب الاسم بتاع الحالة والباركود بتاع الكيس، نشيل بس الفويل اللي فوق العمود ونسيب الباقي زي ما هو زي ما اتفقنا. نحط هنا 50 مايكرون من السيلز اللي احنا محضرينها اللي هي دي، 50 مايكرون. وطبعا زي ما اتفقنا بزاوية 45 كده في الجنب بتاع العمود هنا كده،
من البلازما بقى بتاعت العينة بتاعت الحالة هنضيف 25 مايكرون، وتكون بشكل عمودي كده في الجنب بتاع العمود. يعني كده احنا في المكان ده حطينا الاول 50 مايكرون من السيلز من السسبنشن اللي احنا عاملينه، وبعد كده حطينا عليهم 25 مايكرون من البلازما بنفس الترتيب ده. ولازم طبعا يكونوا كلهم في المكان ده من العمود، ما ينفعش اي حاجة تنزل هنا كده، عشان لو حاجة نزلت من اللي احنا عاملينه ده ما ينفعش، وكده الاختبار ما ينفعش، ولازم نعيد تاني. لازم نحافظ عليهم كلهم فوق في الجزء ده. بعد كده بنحضن الكارت بتاعنا ده في الحضانة بتاعت الشركة لمدة 15 دقيقة، وبعدها بندور الكارت في السنترفيوج بتاع الشركة، مش أي سنترفيوج تاني، وبيكون لمدة حوالي 10 دقايق. نطلع بقى الكارت نبص عليه كويس من الناحية اللي قدامنا دي، وندوره ونبص عليه من الناحية التانية، ونسجل النتائج بتاعتنا زي ما شفنا قبل كده. وعشان نقول نيجاتيف لازم اللي يطلع لنا يكون بالشكل ده. اي رياكشن فوق السيلز دي زي كده، ولو كان حتى قليلة، حاجة قليلة خالص، بيعتبر ساعتها التفاعل بوزيتيف، وكده هنعتبره ان هو مفهوش توافق. مفيش حاجة اسمها ده رياكشن قليل مش هيعمل حاجة، لا كده ده كلام غلط. ومفيش حاجة اسمها اصل السيلز كانت تقيلة شوية ونعديها، لا حضرتك ده رياكشن، وانت كده هتصرف كيس مش متوافق مع المريض. وحاجة كمان، الكارت أول ما ندوره بنسجل النتائج اللي طلعت لنا من أول مرة، مفيش حاجة اسمها ندور الكارت مرة كمان عشان يطلع نيجاتيف، لأنه في بعض الأحيان بيكون فيه رياكشن بس ضعيف شوية. حضرتك لو دورت تاني الترابط اللي موجود ده ممكن يتفك ويظهر لك أكنه مفهوش تفاعل، بس الحقيقة التفاعل موجود، بس حضرتك عملت اي حاجة عشان يظهر لك نيجاتيف. وطبعا لازم نلتزم بالكميات اللي احنا بنشتغل بيها دي، لان اي نقص او زيادة فيها ممكن يأثر على النتيجة، ونفس الكلام بالنسبة لمدة التحضين. لازم نلتزم بكل ده، لان اي حاجة خلاف الكلام ده ممكن يأثر لنا على التفاعل. تمام. طيب دي كده كانت طريقة اختبار التوافق باستخدام الكارت بتاع بايوراد. يا رب يكون الكلام وصل لحضراتكم بشكل ميسر، ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.